موقع الريادة احتلته دولة الكويت في خارطة العمل الإنساني، كيف لا وهي التي أولت العمل الخيري كل الدعم والرعاية. وكان لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الدور الأكبر في تطوير هذه المسيرة الخيرة. وكونها من أكثر الدول نشاطا في هذا المجال، اكتسبت دولة الكويت سمعة عالمية طيبة حتى أثرت هذا العمل، فأصبح العمل الإغاثي الكويتي يتبوأ موقع الريادة في تقديم العون والإغاثة وقت الأزمات والكوارث دون التمييز بين دين أو عرق أو لون، مما جعل البلاد مركزا دوليا للعمل الإنساني، واستحق سموه رعاه الله لقب قائد العمل الإنساني. كما منحت منظمة الأسرة العربية سموه حفظه الله جائزة العالم العربية الأولى للدعم الإنساني والترابط المجتمعي تقديرا لجهوده في هذا المضمار، والذي يعد مبعث فخر واعتزاز للجميع. العمل الخيري الكويتي الذي جاب الكرة الأرضية أصبح جسرا للتواصل بين الكويت والشعوب التي تتعرض لأوضاع إنسانية مؤلمة، حتى أضحى نموذج متميز للعمل الإنساني الخيري، فلم يتوانى في تلبية نداء الواجب الإنساني في كل نازلة تقع في العالم، وساهم في التخفيف من معاناة الشعوب التي تشهد أزمات كبيرة من خلال تقديم المساعدات في أكثر من بلد. وعبر دبلوماسيتها الناجحة المرتكزة على دعم العمل الخيري لما يمثله من قيم إنسانية عليا في أقطار المعمورة، نجحت دولة الكويت في إضفاء بعد ملموس لواقعية العمل الإنساني العالمي، حتى أضحت مبادراتها الإنسانية معلما مميزا من معالم السياسة للبلاد.